السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سلطان القحطاني، أقدم لكم الجزء الثاني الذي يتكلم عن النظام المزود به الهاتف بلاك بيري بولد، مقدم من ريسيرش ان موشن. بلاك بيري بولد 9900 أولى الهواتف المزودة بنظام بلاك بيري. الشركة تقول، الكندية تقول أن النظام حسن كثيرا من الأداء، السرعة، أضف على ذلك المتصفح تم تحسينه بشكل كبير جدا، سرعة عالية في دخول المواقع، هذا أمر إيجابي. أضف على ذلك تقنية Liquid Graphics اللي هي مزودة في الشاشة تساعدني على عملية تقنية اللمس بشكل واضح. طبعا إذا لا توجد اختلافات كبيرة ما بين الإصدار السابق والإصدار الحالي، فهي كما هي، مثل التطبيقات وتوجيهاتها المفضلة، الوسائط، التنزيلات المتكررة، يعني لا زالت كما هي موجودة في حتى في الإعدادات وغيرها. طبعا في حال الاستمرار بالضغط عليها تجد هذه القائمة الموجودة عندك، ضخفاء الرامز، وضع العلامة المفضلة في خانة القائمة، التطبيقات المفضلة، نقلها إلى مجلد معين إذا كونت مجلد، حذفها وغيرها من هذه الأمور. يعني الشيء المعتاد موجود كما هو من دون أي تغييرات فيها. من الأمور التي يعني بما أن الهاتف مختص بشكل كبير لفئة الأعمال، راح تجاهدون عدد من التطبيقات التي تنال على رضاكم، مثل التطبيقات الخاصة بالمستندات، التسجيل الصوتي، دفتر الملاحظات، مثلا الاتصال الصوتي وغيرها من هذه الأمور. لكن من ضمن التطبيقات اللي راح تلاحظها هو تطبيق بلاك بيري بروتكشن، واللي راح يسمح لك بحماية هاتفك وإدارة معلوماته من على بعد في حال لا قدر الله حصلت مشكلة وقام أحد بسرقة الهاتف. بالنسبة للبلاك بيري ماسنجر فهي كما هي من أي تغييرات، الصراحة ما في شيء ذاك التغيير الكبير. كان ودي أن يكون في برامج عسى علشان يعني أنه يكون تجربة الخدمة اللي ربط ما بين البلاك بيري ماسنجر والبرنامج نفسه، لكن لحد الآن غير متوفرة، لذلك كما هي من دون أي تغييرات. التطبيق أو متجر التطبيقات الخاص بلاك بيري مشكلته الوحيدة اللي هي قلة التطبيقات، وأغلب التطبيقات الموجودة في المتجر نفسه غير مفيدة، لكن على أساس أنه تصنيفات الكاتيجوريز عندك اللي هي تطبيقات الجيمز والثيمز، البرامج والألعاب والثيمات، في حال الدخول إلى برنامج معين يمكنك أن تقرأ المراجعة والتوصيات والصور لهذا البرنامج. للدخول إلى هنا نجد تقسيمات البرامج، النيوس الجديدة، الأكثر free application اللي يعني التطبيقات المجانية، المدفوعة والثيمات. يعني من الأشياء الأكثر يعني هذا أكثر يعني شيء أفادني هو تقسيمات التطبيقات الموجودة في المتجر كانت ممتازة. برنامج تويتر عادي جدا، ليس بالمستوى الموجود في على سبيل المثال الموجود في الأندرويد والآي أو إس، يعني لكن ممتاز، يعني ممتاز من ناحية التحسينات الموجودة فيه. هذا هو البرنامج أيضا الخاص بالفيسبوك، طبعا نفس البرامج ما فيها شيء تغييرات كبيرة. لاحظ أيضا من الأمور التي ممكن تلاحظها اللي هي صغر اختلاف حجم الأيقونات، مثل رمضان، برنامج خاص برمضان، برنامج لعبة أخرى، لاحظت اختلاف التطبيقات. وطبعا اختلاف درجة الوضوح هي 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 سبب هذا الأمر كله الذي تشاهدونه. شريط التنبيهات زي ما تشاهدونه موجود أمامكم، زر اللي هو الأوضاع الصوتية، العام، الصامت، البحث، استخدم البحث ممتاز جدا في هذا الهاتف. البحث صار الآن Universal Search اللي هو البحث العالمي، يعتمد على البحث مكونات الموجودة في الهاتف وخارجها، يعني الاثنين جمعهم لك في مركز بحث واحد. الأمور السيئة اللي ممكن تلاحظها اللي هي محدودية التطبيقات ووظائفها، يعني لو أطفأنا تقنية الوايرلس الموجودة هنا في الإعدادات الخاصة بالبلوتوث والوايرلس، يعني نفس الشيء اللي هو التنبيه، اتصالات قريبة المدى لا يمكن الاستفادة من هذه التقنية لحد الآن كما ذكرت، لعدم توفرها أو دعمها في هنا.
لو أطفأنا الوايرلس نجد أنه لا يمكن الدخول مثلا إلى متجر التطبيقات الخاص بلاك بيري. أضف على ذلك تويتر، إذا أردت التحديث يظهر لي رسالة you are currently on a service plan that doesn't support this application. ف يعني نفس الشيء، يعني نفس الشيء، نفس هذه نفس الأمر. يعني بعض التطبيقات تحتاج إلى إجبارك، يعني بعضها إجبارك إلى استخدام تقنية الوايرلس، وهذا أمر لا أعلم إذا كان مفيد أم لا، ولكنه محبط جدا في حال إنه إذا كان ما موجود الوايرلس فهذا أمر سيء. أخيرا وليس آخرا، المتصفح. المتصفح جدا تم تطويره بشكل ممتاز، يعني سرعة عالية في دخول المتصفح، سريع 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 جدا في الدخول إلى الموقع الخاص بي، يعني شيء ملاحظ. طبعا يعتمد على اتصال الإنترنت، لكن راح تلاحظ إنه عرض المتصفح مقارنة بالإصدار السابق من نظام بلاك بيري مختلف تماما هنا. يعني في الإصدار السابق لم يعرض الصفحة كاملة بطريقة ممتازة، لكن تمكن من عرضه هنا بطريقة جيدة. خاصية اللمس المزدوج تعمل جدا جدا ممتاز، يعني فرق كبير جدا في المتصفح، انك يعني تحسينات جميلة جدا فيها. طيب هذا كل ما عندي. النظام اذا كنت قادم من بلاك بيري القديم الى الجديد فتلاحظ الفرق الكبير، سيعجبك هذا النظام، سيعجبك هذا الهاتف، لكن المشكلة انه قلة التطبيقات، قلة وظائفها، بعض الأحيان بدائية في عمل وظائف في النظام جدا مزعجة. إذا كنت قادم من الأندرويد والآي أو إس صدقني راح تلاحظ هذا الشيء فيه. إذا كنت قادم من بلاك بيري فستسعد بهذه التغييرات التي أراها ليست بالشأن الكبير. كان معكم أخوكم سلطان القحطاني، موقع التقنية بلا حدود. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.